يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما انتشر في الوقت المعاصر من دورات في التفكير والبرمجة العصبية ومعرفة قوى النفس، هل هذا من علم الفلسفة المنهي عنه؟ نعم، هو لا خير فيه. ومنين جاء هذا؟ هذا قد يكون إنه منحدر من هذه الأمور، من الفلسفة ومن الخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. منها مثلا تحضير الأرواح، إحنا فن يسمونه تحضير الأرواح، وهو كفر بالله عز وجل، ويزعم أنه يحضر أرواح الأموات وأنه يخاطبها وتخاطبه، هذا كله من هذا النوع. نعم.